أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي قيمة الحركات المالية المدفوعة بواسطة الهاتف في شهر آذار بنسبة 25% إلى 3.23 مليون دينار مقارنة مع 2.59 مليونا في الشهر السابق. وكشف التقرير الشهري لأنظمة الدفع ارتفاع عدد العملاء المشتركين بنظام الدفع الهاتفي بنسبة 9% الشهر الماضي عبر المحافظ الإلكترونية، في حين أظهر التقرير انخفاض عدد الحركات المالية المنفذة على النظام إلى 65,914 حركة مقارنة مع 76,407 حركات في الشهر الذي سبقه.